للمناسبات الدينية وجهان: الوجه الروحي والاجتماعي. في المناولة الأولى وفي شهر أيار تحديداً، اعتاد الأهل الاحتفال مع أولادهم والأقرباء بتحضير طاولة الزينة ومشتقاتها من الشوكولا إلى الملبس والمرصبين والجاتو وصولاً إلى التذكارات وما تحمل من رمزية دينية تتعلق بالمناسبة. لكن ككل شيء، الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد غيرت بالعادات وربما ألغتها في بعض الأحيان. صوت لبنان جلت على محل التذكارات والشوكولا، وهكذا أتت الأسعار. هالسنة كان في إقبال، الواحد اللي عم بيقدر عم يجي يعمل، صراحة اللي ما عم بيقدر ما عم يفوت حاله بهالأمور، بس هالسنة رجعت العالم مثل ما كانت تعمل، وقد ما بتعمل، في سوفينيرات بتبلش من 7-8 دولار وتطلع تلوع، كل واحد حسب البادجت تبعه بيقدر يعمل. في ناس بتعمل بس سوفينير، في ناس بتقلك لا بدي زينة ديكوراسيون تبع الطاولة، بدنا نعمل كل شيء شوكولا. في ناس تاخد بس شوكولا، في ناس بتاخد شوكولا تارت كيك بوبس آيس بوبس رايس كريسبي، يعني بتعمل يعني كل واحد حسب شو البادجت تبعه بيقدر يعمل وبيقدر يقلع كومينيونتو. بشكل عم نحكي كديكوراسيون، بتبلش عم نحكي ديكوراسيون كومينيون، وكمان بتفرق المنطقه صارت هالايامات، يعني صرنا نحن البادجت حسب نعطي الديكوراسيون بهالمنطقه ما بياخذ ترانسبور، يعني بمنطقتنا بجوني جوني زوق يعني بهيدي الانتوراج. بس اذا اجى قال لي بدي اطلع على برمانة، لا صرنا بنزيد ترانسبور هالايامات، هيدي الدوماج صرنا نفكر هيك، قبل ما كنا نفكر. ببلش من 60 دولار وطلوع حسب شو الستاند اللي بياخده الديكوريشن تبع الطاولة. باتت المناسبات مربوطة بالطبقات الاجتماعية، فميسرو الحال وهم أقلية المجتمع يحتفلون بالمناولة الأولى بطريقة برجوازية لوكس، أما أصحاب الدخل المحدود فلا قدرة لديهم لشراء الزينة وتخصيص تذكارات، فتبقى المناسبة لديهم روحية دينية. رانيا عبيد، صوت لبنان.